السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم حبايبي، أخبركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا درس مهم جدا، وهو درس الزكاة. نركز بقى مع بعض في الترتيب. ما هو الركن الثالث من أركان الإسلام؟ نركز فيه مع بعض، نفتكر كده، نشوف الأهداف بتاعتنا. تحديد حكمة مشروعية الزكاة، تحديد أنواع الزكاة، قدرة أو تقدير حكمة الله تعالى من فرض الزكاة، وما ننساش حفظ الآيات والأحاديث الواردة بالدرس. تعالوا مع بعض نشوف. زي ما قلنا، أنا سألت سؤال، ها مين جاوب عليه؟ ما هو الركن الثالث من أركان الإسلام؟ برافو عليكم، الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام. طب إيه الدليل كان عليه؟ بني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ننساش عليه أفضل الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. برافو عليك، يبقى الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وصوم رمضان وحج البيت. طب ما حكم الزكاة؟ وعلى من فرضت؟ وإيه الدليل على كده؟ ها مين عارف؟ برافو عليكم، الزكاة فرض، ربنا فرضها على المسلمين الحاضرين. يبقى الزكاة قلنا هي الركن الثالث من أركان الإسلام من خمسة، وفرضها الله سبحانه وتعالى. يبقى حكمها إيه؟ حكمها فرض على مين؟ على المسلمين القادرين. طب إيه الدليل على كده؟ من القرآن الكريم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. برافو عليكم، استمعنا للآية الكريمة. طب الآية دي بتطلب مننا إيه؟ بتطلب مننا إن إحنا نخرج الزكاة. طب نخرجها منين؟ تعالوا كده مع بعض نشوف. إن إحنا نخرج الزكاة من أفضل ما كسب المؤمنين. يبقى الآية الكريمة بتبين إن إحنا نخرج الزكاة بتاعتنا من أفضل ما كسب المؤمنين من أعمال أيديهم، ومما أخرجه الله لهم من الأرض. ومما أخرجهم الله إيه؟ لهم من الأرض، ودعاهم من جيد ما يملكون. تمام؟ يعني إن أنا أخرج من أفضل حاجة أملكها معايا، والابتعاد عن رديء المال وخبيثه. يعني ما أخرجش الحاجة الرديئة وأسيب ليه أفضل شيء، لا، أنا بخرج أفضل شيء عندي لأنه خالص أو خارج لوجه الله تعالى. طب معانا دليل تاني، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بإيه؟ أن ننفق من أفضل ما كسبنا، وأن نخرج من الأرض
افضل شيء. طب تعالوا بقى مع بعض، ايه الحكمة من مشروعية الزكاة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة على المسلمين؟ ها مين يعرف؟ برافو عليكم، كلكم شاطرين، احسنتم. تطهير المال مما قد يشوبه من شبهة، يعني انا بطهر المال بتاعي لو في اي شبهة، اي شبهة او اي ايه حاجة فيه، انا حاسة ان انا مثلا في حاجة دخلت في المال دوت، يبقى انا اخراج الزكاة او جزء من مالي لفئة معينة للناس، ان انا ايه بطهر مالي، لان بخرجها لمين؟ لله عز وجل، خالصة لوجهه. ايه تاني؟ نشر الحب والثقة ما بين المسلمين. وايه كمان؟ اطمئنان الفقراء بالحصول على حقهم. انا بدي الزكاة دي لمين؟ بديها للفقراء والمساكين، صح ولا لا؟ طيب يبقى هم حقهم علينا او على القادرين من المسلمين ان هم ياخدوا ايه الاموال دي، فلا يطمعون في الاستيلاء على اموال الاغنياء. ما انا لو ما خرجتش زكاة او ما خرجتش الزكاة اللي يستحقها، تمام، هيبصوا ايه، هيطمعوا في اموال الاغنياء، وهيكون في ايه، برافو، حقد وغل للاغنياء، او هيحاولوا ان هم يستولوا على اموال الاغنياء بطرق غير مشروعه. بعد كده امتحان اصحاب الاموال للتفريق بين المطيع وبين العاصي. اللي هيخرج زكاته بيكون بيتبع اوامر الله عز وجل، واللي مش هيخرجها بيكون عاصي لله عز وجل. خامسا، تطهير النفس الانسانيه من البخل وشكر نعمة الله تعالى على الإنسان. شكر نعمة الله تعالى على إيه؟ على الإنسان. طب إيه تاني معانا؟ على من تجب الزكاة؟ مين اللي لازم يخرج الزكاة؟ إحنا قلنا ربنا فرضها على مين؟ على المسلمين القادرين. طب تعالوا مع بعض نشوف. الزكاة هي فرض عين، يعني على كل شخص، على كل مسلم ومسلمة، على كل إيه؟ مسلم ومسلمة. توافرت لديه الملكية والنصاب. توافرت لديه ايه؟ الملكية والنصاب. يعني ايه دول؟ هنعرف، هنعرف مع بعض، نركز. هو مقدار معين من المال او غيره اذا ملكه المسلم وجبت عليه الزكاة. يبقى انا الزكاة فرض عين على كل مسلم ومسلم، دي اهم حاجة، بس لازم في شروط معينة تتوافر للمسلم والمسلمة دول عشان يخرجوا الزكاة. ايه هي الشروط دي؟ ان يكون توفرت لديه الملكيه، يكون عنده املاك، ويكون عنده نصاب، ويكون عنده مقدار معين. النصاب ده مقدار معين من المال، النصاب ده مقدار ايه؟ معين من المال. لو المسلم امتلكه لازم او وجبت عليه ان يخرج ايه؟ الزكاه. برافو عليك. تعالوا مع بعض بقى هنخرج الزكاه بتاعتنا في ايه؟ منين؟ احنا قلنا الآية القرآنية قالت ايه؟ قالت ان احنا بنخرج الزكاة من افضل ما كسبته، افضل حاجة عندنا، اللي هي ايه بقى؟ يبقى ما هي انواع الزكاة او فيما تجب الزكاة؟ اول حاجة عندنا الذهب والفضة، دي دول لوحدهم اساسا ثروة هائلة. لو انا معايا نصاب معين اخرج ايه؟ من الذهب والفضة. تاني حاجة التجارة، لو انا بتاجر وعندي املاك وعندي اموال خرج زكاة. بعد كده الزروع والثمار، اللي عنده أشجار من الفواكه والخضروات ومن أنعم الله سبحانه وتعالى من الزروع والثمار يخرج زكاة. وإيه تاني؟ الغنم والبقر والماعز، اللي هم المواشي. مش في ناس بتتاجر فيهم في المواشي، يبقى برضه مقدار معين هخرج الزكاة. نعرف كل واحدة دول او كل نوع من انواع الزكاة ايه هي وازاي نخرج الزكاة بتاعتنا. تعالوا مع بعض نركز جدا في الجزئية اللي جاية دي. اول حاجة عندي زكاة المال. زكاة ايه؟ زكاة المال. تعالوا مع بعض كده نشوف. زكاة المال هي ايه؟ الذهب والفضة. ايه مقدار الزكاة في كل من الذهب والفضة؟ اخرج قد ايه؟ الذهب والفضة تجب الزكاة في كل منهما، يعني في الاثنين. لو أنا بتاجر في الذهب بس أو أنا بتاجر في الفضة بس أو أنا عندي الاثنين، يبقى أنا هخرج من الاثنين كمان.
يعني الحاجة دي عندي نقد تمام أم سبائك؟ سبائك إيه؟ من الذهب والفضة. ولكن إذا بلغ النصاب، إذا بلغ إيه؟ النصاب. أنا قلت إيه هو النصاب؟ نفتكر كده مع بعض، مقدار معين من المال لو معايا هخرج عليه الزكاة. طب وإيه كمان؟ لازم تمر عليا سنة كاملة هجرية. يبقى الذهب والفضة تجب الزكاة في كل منهما، في الاثنين، سواء كان نقدا أم سبائك، سواء كان مال أم سبائك من الذهب والإيه والفضة. ولكن بشرط إذا بلغ مقدار معين من المال، إذا بلغ النصاب، وبشرط تاني إذا مرت عليه سنة هجرية. سنة إيه؟ هجرية. طب نصاب الذهب قد إيه؟ يعني إيه المقدار اللي يكون معايا وأطلع عليه؟ يكون معايا 85 جرام من الذهب من عيار 21. أنا عندي الذهب في عيار 18، في عيار 21، وفي عيار 24. أنا هخرج من عيار 21. من عيار كام؟ 21، أو ده النسبة يعني مقارنة. لو أنا معايا من التانيين يبقى هقيس ده بده. تمام؟ طيب يبقى نصاب الذهب 85 جرام من عيار 21. ياه، يعني أنا لو معايا 85 جرام ذهب أخرج زكاة؟ أه. طب ونصاب الفضة؟ 200 درهم. 200 إيه؟ درهم. 200 درهم دول بيساوي قد إيه؟ 624 جرام. بيساوي 624 جرام. طب مقدار الزكاة في كل منهما، يعني أنا دلوقتي يا ميس معايا 85 جرام من الذهب، ومعايا كمان 200 درهم اللي هم حضرتك قلتي عليهم 624 جرام. أخرج قد إيه منهم؟ أخرجهم كلهم؟ لا طبعًا. أخرج منهم 2.5%. أخرج منهم قد إيه؟ من الذهب لو معايا 85 جرام، وأخرج منه 2.5% من قيمة ما يملك. من قيمة إيه؟ ولو معايا 200 درهم وعدوا عليا سنة كاملة هجرية هخرج 2.5%. هخرج كام؟ 2.5%. طب تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي؟ ازاي اعرف قيمة الزكاة في الذهب والفضة؟ اخرج ازاي ال 2.5% دول؟ قلنا تعرف قيمة كل من الذهب والفضة لإخراج الزكاة. هعرفها ازاي يا ميس؟ اخرج ال 2.5% دول ازاي؟ ركزوا معايا كده يا حبايبي، بضرب عدد الجرامات، بضرب عدد الجرامات في سعر الجرام السائل. يعني انا بضرب عدد الجرامات اللي معايا، معايا مثلا ال 85 جرام، بضربهم دول كده ايه؟ نصاب الزكاة. بضرب ال 85 جرام اللي معايا في سعر الجرام الحالي. جرام الذهب الحالي مثلا بكام؟ ب 700 جنيه. يبقى انا بضرب النصاب اللي معايا اللي هم ال 85 جرام، بضربهم في كام؟ في السعر الحالي اللي هو 700 جنيه. وبعد كده بعمل مسألة حسابية واخرج منهم ال 2.5%. تاني تعالوا كده نركز مع بعض في المسألة اللي جاية دي، نجيب مثال ونشوف. يملك مسلم ذهبا وزنه 120 جرام. 120 جرام يعني عدى النصاب ولا ما عداش؟ عدى النصاب. انا قلت النصاب كان كام؟ 85 جرام من الذهب. طب دول 120، يبقى هيخرج ولا مش هيخرج؟ هيخرج، وكمان عدى عليهم الشرط الثاني سنة كاملة هجرية. دول زادوا، هم ما كانوش كده بس كمان زادوا. يبقى انا في مسلم او يملك مسلم ذهبا وزنه 120 جرام، وسعر الجرام الذهب اللي هو عيار 21 700 جنيه تقريبا. الزكاة بتاعته هتبقى كام؟ هتقولي لي 2.5%. طب اطلعها ازاي ال 2.5؟ احنا قلنا بنضرب ايه في ايه؟ ها، على سبيل المثال قلنا بنضرب عدد الجرامات في سعر السوق، ايه، في سعر الجرام الحالي. يعني ثمن الذهب، ثمن الذهب بيساوي 120، 120 جرام اللي معاه في كام؟ في 700. ال 700 دول ايه؟ اللي هم سعر الجرام. تاني ثمن الذهب، ثمن الذهب بيساوي 120 اللي هم 120 جرام اللي معاه في 700 جنيه اللي هو سعر الجرام الواحد. تمام؟ بيدينا كام؟ ال 120 في
في 700 بيدونا 84,000 جنيه. 84 ايه؟ 1000 جنيه. يبقى ال 120 جرام ذهب عملوا كام؟ 84,000 جنيه. حولتهم لفلوس، لأموال. حولتهم لإيه؟ لأموال. طب أعرف قيمة الزكاة إزاي؟ قيمة الزكاة بتساوي، قيمة الزكاة بتساوي ال 84,000 في ال 2.5% اللي أنا قلت عليهم. مش أنا قلت إن مقدار الزكاة 2.5%؟ يبقى أنا بضرب الرقم اللي طلع لي اللي هو قيمة الزكاة اللي هم ال 84,000 وبضربهم في 2.5% وأقسمهم على 100. على الإيه؟ على ال 100. هيديني كام؟ هيديني 2100 جنيه. هيديني 2100 جنيه. يبقى ال 84,000 في 2.5 على ال 100، على كام؟ على ال 100. اداني 2100 جنيه، هو ده مقدار الزكاة اللي أنا هخرجه. يبقى ال 2100 دول ده مقدار الزكاة اللي هيخرج للفقراء والمساكين. فهمناها ولا أقولها تاني؟ قلنا إذا ملك مسلم ذهب وزنه 120 جرام وسعر الجرام 700 جنيه، أنا بضرب عدد الجرامات اللي معايا في سعر الإيه؟ في سعر الجرام السائد، في سعر الجرام اللي موجود في السوق بضربه، فبيطلع لي الناتج. ضربت ال 120 في تمن الذهب اللي هو 700 جنيه اداني 84,000. هاخد ال 84,000 عشان اطلع قيمة الزكاة. 84,000 في 2.5 اللي هي قيمة الزكاة على ال 100 اداني الرقم بتاعي اللي هو 2100، وهي دي قيمة الزكاة اللي انا ايه هخرجها، اللي انا هخرجها. برافو عليكم جدا، كلنا فهمنا شاطرين. النقود الورقية، النقود الورقية، أنا كده كنت بتكلم على الذهب والفضة. طب لو أنا يا ميس معايا فلوس، مش معايا ذهب وفضة، هعمل إيه؟ لو أنا دلوقتي يا أولاد أنا معايا فلوس، نقود ورقية، أموال، مش معايا ذهب وفضة، أخرج إيه؟ ها يا أولاد مع بعض، كان التعامل قديما كان بالذهب والفضة، ولكن اليوم أصبح التعامل بالإيه؟ بالعملة الورقية، وأيضا تجب الزكاة فيها. مش معنى إن أنا ما معينيش ذهب وفضة يبقى أنا مش هخرج الزكاة بتاعتي. لا، مش أنا حولت قيمة الزكاة في الذهب والفضة الأموال؟ طب ما أنا لو معايا أموال برضو وبتزيد وفيها النماء والزيادة يبقى أنا لازم إيه؟ أخرج برضو عليها زكاة. الزكاة بتاعتي دي يعني أموال فيها زيادة، أموال فيها إيه؟ فيها زيادة، تمام؟ يبقى لازم برضو أخرج فيها. طب أقدر قيمتها إزاي؟ هقدر قيمتها بالنسبة إلى الذهب. يعني أنا معايا مثلا 100,000 جنيه، وحين يصبح عند المسلم أو المسلمة من مقدار من العملة الورقية تساوي ما قيمته 85 جرام من الذهب. يعني أنا لما يكون معايا فلوس 100,000 جنيه مثلا، هشوف ال 100,000 جنيه دولت هيجيبوا قد ايه من الذهب. هشوف ال 100,000 جنيه مثلا هيجيبوا قد ايه من الذهب. او معايا 50,000، هشوف ال 50,000 هيجيبوا قد ايه ذهب. لو جابوا 85، انا مش هروح اشتري، لا نركز مع بعض، لا انا هشوف هما بيجيبوا قد ايه او بيساوي قد ايه. لو ساووا ال 85 جرام من الذهب او اعلى بسعر السوق، بسعر السعر الحالي اللي انا فيه، هخرج الزكاة عنها بنسبة كام؟ 2.5%. يبقى انا لو معايا فلوس والفلوس دي بتساوي 85 جرام من الذهب، اخرج برضو عنها الزكاة بنسبة 2.5%. 2.5%، تمام كده يا شباب؟ كده كلنا فاهمين؟ كده احنا انهينا الجزء الاول بتاعنا من درس الزكاة، ونذاكره كويس ونخلي بالنا كويس جدا، وان شاء الله المرة الجاية هنكمل مع بعض ايه بقية درس الزكاة. بسأل بقى سؤال، ما هي الانواع التي تجب الزكاة فيها؟ ما هي الانواع التي تجب الزكاة فيها؟ قلنا بتجب في كام نوع؟ مع بعض كده نفتكر، بتجب في 4 انواع. ايه هما؟ الذهب والفضة والزروع والثمار. برافو عليكم.
التجارة، الغنم، والماعز، والبقر. 4 أنواع، برافو جدا، شاطرين. الواجب بتاعنا ما ينساهوش، حل تدريبات البوكلت صفحة 14، حل تدريبات البوكلت صفحة 14. أشكركم جدا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.